بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا بالتسجيل الثالث كيف ممكن نتعامل مع القوائم. خلونا نطور نفس البرنامج للتعامل مع رح نتعامل هلأ مع الراديو بوتون، ورح نتعامل بعد الراديو بوتون مع نشوف كيف ممكن نستخدم الاكسس، نتعامل مع الاكسس المحاور. بالإضافة رح ناخذ مثال بسيط عن رسم معادلة للدرجة الأولى أو الثانية. عندي هاد التاج او واحد هون اخليه او اثنين، عندي الراديو بوتون البوب اب منيو عفوا، عندي هون النتيجة رح تطلع مربع الحوار الاحمر. راح اضيف بانيل. هلا عندي امكانية لبرمجة الراديو بوتون بطريقتين، راح نتعلم اليوم الطريقة الأولى من خلال لوحة البانيل، راح نتعلم كيف نلغي تفعيل أحد الراديو بوتون يلغي تفعيل الثانية بطريقة بخدعة برمجية. في طريقة ثانية باستخدام البوتون جروب راح نتعرف عليها بدروس لاحقة بإذن الله. هاي البانيل بحط الراديو بوتوم داخله، عندي راديو بوتوم اول لعملية الجمع، الراديو بوتوم الثاني لعملية الطرح، الراديو بوتوم الثالث لعملية القسمة أو الضرب. حكتفي بثلاثة. لو دخلت هلا على الكول باك تبع البوب اب منيو واحد، راح لو val equal صار value get handle dot bl اللي هي plus هون بيهمني القيمة اللي هي الفاليو، خاصية فاليو راح احصل على القيمة. بنلاحظ من خصائص الكائن عندي امكانية للديفولت فاليو محطوطة صفر، احطها واحد. احط الديفولت للأولى واحد.
لا حلو، إذا كانت الفاليو اللي حصلت عليها تساوي الواحد، يعني كانت أعظمية، يعني مفعل الراديو بوتون سيت هاندل دوت، عندي ال MI ماينس عملية الضرب فاليو صفر فاليو مينيموم، نفس الشيء صفر او مينيموم نفس العملية هون، بس else هون ما في عندي else ان وقت تكون هي القيمة واحد رح يتم الحصول، لمشان ما رد انا احصل مرة تانية اعيد تنفيذ السطر البرمجي هذا اللي هو رح يحصل على قيمة المتحول الاول هون نم تو، رح اكتب احساوي لل x global وال y global، وبالتالي صار عندي امكان مشاركتهم بين التوابع. هلا راح اخذ global كمان راح اعرفه global x y، هلا صار عندي ال x وال y معرفين، فعندي إمكانية z equal x زائد y، وآخر شيء set handle dot الريزلت عم تطلع عندي بالكائن re ال value أو هون string z. رح انسخ هذا الكود، رح احطه نفسه بالراديو بوتوم التالي اللي بلي، رح يختلف هون انه هذا رح يكون ام اي وهون رح يكون بلس، والعملية رح تكون طرح، رح احطه باللي بعده هون رح يكون ايه هون رح يكون بلس، هون راح يكون ضرب. لا لو نفذنا البرنامج راح لاحظ انتر فيرست 4 في المثال 6 بالجمع اعطاني 10 ناقص 2، لو قلت له ضرب اعطاني خطا، خلينا نشوف شو الخطا 9، ها عندي خطأ كتابة هاندل السطر 222 هاندل، تعالي عندي التالي قبل كمان خطأ كتابة هاندل هلا لو اخترت الضرب، وهلا اخترت كمان اعطاني خطا ثاني value must be numeric بال خلونا نخليها هي صفر، هي خطا تمام بسيط. تمام هون الزد لا ما في زد، خلينا نتأكد بس تنفيذ هدول السطرين بأحد التوابع، المفروض ان حطيناهم بالكائن
حطيناهم بالطابع الأخير، فلو حطينا 4 × 4 16 تمام. عم يعطيني خطأ وقت عم، بالتالي إذا صار ما في مشكلة تمام. خليني احطهم كمان. لا خلينا نرجع نصلح البرنامج نتعامل مع الجلوبال. المشكلة اللي عندي هلا انه الجلوبال عم يتم استدعائه بس عند البوب اب منيو، فلو تم لو وضعت القيمتين اكس وواي لو قمت بتنفيذ السطرين اكس وواي داخل التابع opening fcn اللي هو راح يتنفذ عن اول تشغيل البرنامج تمام، راح يمشي الحال انه راح ياخذ القيمة الافتراضية. طيب خلونا نضيف على الواجهة كائن نوع بوب اب من عفوا نوع بوش بوتون، بوش بوتون وظيفة هذا التابع مشاركة القيمتين اكس وواي على كل التوابع، سميه شير global x y. نفذت ادخلت القيمة الاولى ادخلت القيمة الثانية شير بضرب راح يعطيني 20 طرح خلينا نرجع تمام. تم تنفيذ البرنامج بشكل صحيح. خلينا نرجع نشوف الاخطاء الثانية. يعني نفذ الواجهة جمع اعطاني قيمة صحيحة طرح ما في مشكلة. نرجع لهون الجمع المشكلة هون بالجمع فطر 187 تمام. هم عندي صفر نشوف هلا نشوف كيف ممكن نخلي نسوي مينيموم او يمكن تبقى هيك. طيب هلا نرجع نشوفها، نرجع على الخصائص على الواجهة على الخصائص نلاحظ value default 1 تمام قيمة صفر. هلا نفذنا الواجهة عند الجمع 4 و9 عند الطرح 4 ناقص 5 ناقص 1 عند الضرب 4 ضرب 5 20. وبالتالي مثل ما شايفين تفعيل واحدة عم يلغي عملية تانية. ونفس الشيء البوب اب منيو صار عندي إمكانية للشغل بهالطريقة أو الطريقة الثانية.